راجيات مع نديم سراج أحلى إذاعة مزاج أف أم. هذه الحلقة تأليف أحمد المغربي وأنا. بازار أبو طلعت للبيع مضاد حيوي مستعمل وساتيف المتبقي في العلبة 5 حبات. للبيع حبة كتكات نوع كلاسيك 4 قطع. للبيع بداعي وجع الأسنان متبقي 3 ظرفات فقط. سجل محاولة للهجرة. قاعد عند السفارة بشرب آخر سيجارة. قاعد عند السفارة بشرب آخر سيجارة. ما فتحوا لنا البوابات ولا أعطونا إشارة. ما فتحوا لنا البوابات ولا أعطونا إشارة. ما فتحوا لنا البوابات ولا أعطونا إشارة. آسف حبيبتي الوقت فات والساعة 2:30 وصاير شكلي مثل البرص. والساعة 2:30 وصاير شكلي مثل البرص. طلع لنا حضرة سفير أشكر بضوي مثل الشمس. طلع لنا حضرة سفير أشكر بضوي مثل الشمس. طلع لنا حضرة سفير أشكر بضوي مثل الشمس. وقف فوق الترابيزة وقالب لهجة لذيذة. وقف فوق الترابيزة وقالب لهجة لذيذة. طير انت وهو وهي ما إلكم عنا فيزا. 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 طير انت وهو وهي أشكركم. شكرا. هيدي الفقرة برعاية سكر بنت البطة السوداء. جوزك بشوخر وبيسرب؟ هلأ ما تقلقي لا من الشوخرة ولا من التسريب. وداعا للأراك والأراخ. الفرشة المعزولة المعلقة ترفعك لسقف الغرفة بعيدا عن ضوضاء الأسفل. وداعا للأراك والأراف. المسلسل مستمعينا عدنا في فقرة المسلسل. فقرة المسلسل اليوم تتبع للفقرة السابقة اللي هي كانت تكملة لمسلسل جاسم وزوجاته الستة. واجهوا صعوبة الشباب في اتقان اللهجة الخليجية. لا هنا حرام عشان نحكي الحق والصحيح انه هنا زبطت شوي، ولكن كان في عنا مشكلة مع نجمنا الكبير ايمن شكير، حيث انه ما قدر انه يؤدي دور الهندي بدور بشكل مميز وأدى إلى خلاف، وأكدنا أن نفسخ العقد معه وطردناه من هذا، وبعدين رجع ترجعنا عشان يطلع على الراديو. بموت يطلع على الراديو أي إشي بس الناس يسمعوه. من شاء الله طلعوني على الراديو، من شاء الله طلعوني على الراديو. حزننا عليه حرام. جبناه، هاي موجود معنا، من رحب فيك أيمن. ماما أنا ما أبي معلوم. دائما كالعادة نجومنا بطلتنا هنا أبو لغد، البطلة الأساسية عندنا في المسلسل. أنا ولا أنت؟ يعني غير دور الهندي لو تغير الضحكة بس. هاي بطلنا الكبير الأستاذ معن الصافي. أشكرك. شكرا لك حبيبي. الله يخليك. 3-2-1 بجاسم. روحي ياسم. ياسم بسك على المساخة والملاعة. استنى شوي. طبعا المساخة هي اللي هي المسخنة واضحة، والملاعة الملعنة. طيب بالعربي بتقول له قاعده انه لانه بتضايق من الموضوع بتقول له بسك على المساخه والملاعه. واضحه يعني واضحه. تبي تتزوج؟
خشاشي؟ شو خشاشي هاي؟ خشاشي يعني على الخشخشة بالسر يعني خشاشي. ياسم بسك على الوساخة والملاعة. ملاعة أخذ أنا من جاسم. ناخذ تجربة من أيمن. أيمن جربها بالله أنت لأنك ضليع في الأمور هاي. 3-2-1-GO. ياسم بسك عن المصاعة والخلاعة. ادخول نوف بنت عمك ونوف بنت خالتش نبي نروح الشاشي. طب بصير أنا أجرب بخرج؟ أخذتش فرصة بس. أستاذ معين أم جاسم. ياسم بسك عن المساخة والملاعة. ادخول نوف بنت عمك ونوف بنت خالتك وتبي تتزوج خشاشي. يلا اطلع برا اطلع برا. يلا ما دريته. حلو حلو حلو. لا مش حلو مش حلو. لا بالنسبة للكرف اللي سمعناه ممتازة. هاي تعتبر نجم في الخليج. هسه مطلوب في الخليج صار من وراكم. يما ايش فيك؟ يما سويت انا؟ مش انا هيك بتبلع قاعد احرف كثير بطير منك. يما ايش سويت انا؟ يما ايش فيك؟ يما ايش سويت انا؟ يما ايش سويت انا؟ يما ايش فيكي؟ ولك بثر ولا ممثل هيني قاعد يعني فشلتونا؟ يعني مش عارف شو بدي اقولكم. فشلتونا. انقطع سوقنا في الخليج تماما. كنا مفكرين انه نخرج وننتج وهذا ونعمل مصاري. للاسف الشديد رجعنا للمحلي وانتم عارفين الانتاج المحلي ضخم للغايه. يا كل الاحوال بركة اتجهنا تركي. شكرا لكم مع السلامه. هيدي الفقره برعايه بنتا للبطه السوداء. حبيبي بشو صافن؟ حبيبتي في اشي فوق تمك. شو حبيبي؟ شوكليت موس؟ لا حبيبتي. شو حبيبي؟ قلقتني ليكون في حبة. برضو لا حبيبتي مو حبة. رامي قلي شو اللي فوق شفايفي؟ رامي ليش وقفت؟ رامي رامي وين رايح؟ رامي رامي حبيبتي سامحيني. طالالك شويرب؟ تركك صاحبك فجأة؟ تركك خطيبك من الباب للطاق؟ هلأ مع سكر بنت البطة السوداء. وداعا للشويرب وأهلا بالحب والحبيب. هيدي الفقرة برعاية سكر بنت البطة السوداء. تعلم الوقاحة دون معلم. حلقات إرشادية تعليمية غير تربوية. تستطيع أبادة هذه الحلقات التعايش مع الواقع المحلي. مفاجأة سارة لإخواننا المغتربين. تستطيع الآن أن تحصلوا على كورتس مدمج مع صور توضيحية. تعلم الوقاحة دون معلم. الوكلاء المعتمدون. النتل للإلكترونيات. مكتبة النصابين المحترفين. كذابوا إخوانه. الحج ناصب عليهم وأبنائه. الدرس الثاني كيف تملص من عزومة محققة. بمعنى كيف تقدر انك تروح تتعشى مع اصدقائك وتتهرب من الفاتورة بشكل ذكي ولماح. اتبع مجموعة من الاصدقاء في احد المقاهي او المطاعم من غير ذكر اسامي وقرب وقت الحساب وانطلب الشيك. وها هو النادل اي الويتر قادم من بعيد وانت لامحه بطرف عينك. ماذا تفعل وكيف تملص؟ هنالك طرق تقليدية متعارف عليها رح نذكرها على كل الاحوال لكن هناك طرق أذكى. نبدأ بالطرق التقليدية المتعارف عليها واللي صارت محروقة ومفهومة عند معظم الشباب الطيبة. أولاً الذهاب للحمام أي الدبليو لي. ثانياً الانشغال باتصال هاتفي. ألو؟ هلا هلا مش سامعك الدوشة. خليك معي خليك معي خليني أخذ زاوية بس خليني أذكوا شباب أنا أذكوا ثواني ثواني. وبتنسحب طريقة محروقة. الكل حركها والكل عارفها والكل صايدك. أهم إشي زي ما قلنا تلعبها بذكاء. أما الآن الطريقة الحديثة بتجهز معك كارت ATM منتهي الصلاحية منذ فترة طويلة. في حال لم تجد أي كارت اكتفي بالهوية المدنية ولكن تضعها بسرعة في المغلف أو الانفلوب أو في غطاء الفاتورة سريعا وبتناولها للنازل. رح يأخذها النازل رح يرجع لك أكيد رح يوشوشك عشان ما يحرجك قدام الجميع. رح يقول لك يا باشا البطاقة دي مش فيس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. شو هالخبرية أحرجتني هيك قدام أكيد أي واحد منهم لا يملك الخبرة في اللؤم والخبث بصدق هاي الخبرية بكون بكل إيه. لا والله خليها علي أبطلعت خلاص عندي هاي المرة أبطلعت حبيبي. لا ما بيصير أنا محرج هيك. إيش اللي بيصير؟ شو هذا؟ ولا يمكن لن أرضى.
هنالك مواقف صادمة ومعقدة ممكن تواجهك أثناء هذه العملية، حيث أنه واحد من الشباب الطيبة ويقوم يقول لك شباب خلوها حلبية أرفض على طول، وكلهم لا 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 إحنا جماعة تبع أصول ما بضبط تقعدوا تعيشوا لي حياة الأجانب وحياة المش عارف شو هذا وشيرينج وكيرينج وتيك كير وآي لاف يو. لا تنسى تكرار المرة الجاي علي، وأيضا يفضل أنك تقطع علاقتك في كل اللي جلست معهن. حاول دائما 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 التعرف على أصدقاء حالتهن المادية فوق المتوسط. وصحتين وعافية. بحبك مطلعت الأذهب يا أحلى الأسامي، بموت أنا في أكلك وخصوص السواني، ما بنسى الدوالي وطبخ المكالي وساعة الجلي بأكل عبالي، بديكي ميزان اليوم وزمان ما بينقص ملحك حتى برمضان، بصدق وحقيقة قولي للطريقة كيف انت قدرتي تكوني دقيقة، امراض وعلل كثر السمع من اكلك حصل، وشوفي شكلك بصاير زي دب العسل، حبك نخاس وطبخك عالراس لا تروحي بعيد تقعد محتاس. اي لفهم ام طلعت راجيات مع نديم سراج احلى اذاعه مزاج اف ام.